أكدت سعادة الأستاذة هالة رمزي فايز رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى على أهمية زيادة الوعي بمتابعة قضايا المرأة والطفولة في الوطن العربي. جاء ذلك لدى حضورها اجتماع لجنة المرأة والطفولة ضمن وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال المؤتمر 23 للاتحاد البرلماني العربي والذي يقام في العاصمة المصرية القاهرة. وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذة هالة رمزي فايز رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى. بعد التحية سعادة الأستاذة هالة، نتعرف بداية على مشاركتكم في اجتماع لجنة المرأة والطفل وأهم ما قدمتموه من أوراق عمل. مساء الخير عليكم وعلى المشاهدين جميعا، وشكرا على هذه السماح لي بهذه المداخلة. طبعا تأتي أهمية هذه الثمرات في العمل على توحيد المواقف العربية من خلال البرلمانات الدول المشاركة وتوحيد التشريعات الخاصة بالقضايا المشتركة. نعم. وكان للجنة المرأة والطفولة في الاتحاد البرلماني العربي اجتماع مساء وقد شاركت فيه، حيث تمت مناقشة بنود جدول الأعمال واستعراض تقارير أعضاء اللجنة عن أنشطة البرلمانات من خلال الأعوام السابقة. ومن ثم تم تشكيل لجنة تحضيرية من كل من المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية السودان، نعم، ودولة فلسطين وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك للتحضير للمؤتمر لانعقاد المؤتمر البرلماني العربي في العام 2016 والخاص بتقييم دور المرأة العربية، وكذلك العمل على وضع خطة عمل للجنة شؤون المرأة والطفولة للاتحاد البرلماني العربي. نعم أستاذة هالة، يعني هذه اللجنة التي تم إنشاؤها كما ذكرتي، كيف سوف تساهم في وضع رؤية ترونها لتحقيق استراتيجية النهوض بالمرأة العربية ومعالجة طبعا ما تواجهه من تحديات خطيرة يعني في بعض الدول من نزاعات وغيرها من التحديات التي تواجهها المرأة والطفل في بعض الدول؟ تفضلي. بالفعل تم مناقشة الأوضاع المرأة العربية حاليا وخصوصا في البلاد التي تشهد منازعات وأعمال عنف وإرهاب. نعم. وأيضا تعرضنا إلى الأطفال وما يعانونهم ما يعانوها من مشاكل وكيفية الوصول لتبني استراتيجية شاملة وواضحة لنهوض بواقع المرأة العربية والطفل العربي أيضا ومعالجة ما يواجهونه من تحديات. وطبعا الأساس هو المشاركة في وضع تشريعات وتوجهات. نعم. للنهوض بوضع المرأة العربية والطفل ومناقشة القضايا واستعراض ما قامت به الدول المشاركة في برلماناتهم الخاصة من تشريعات تساند المرأة والطفولة في هذا المجال. نعم أستاذة هالة رمزي فايز رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.